تلاقيت مع واحد السيد عراقي فنان هو كاع ما كان معروف اصلا جبته للمغرب صيبت لي اقامه ديال عشر سنين بعت ذهبي بعت كل شيء عندي وقفت معاه لدرجه السيد تدار الفلوس وكتشوفيه في المهرجانات كيغني وكتشوفيه في القناة وشل للسعوديه و... ودار حفلات وفي الامارات كيدير حفلات يعني انسان ماشي مخصوص وكينفق على هاد الوليدات كيعاونهم كي انا شوف م... النهار طلقت معاه صفت ليا 3000 درهم في 2000 درهم في 3000 درهم صافي هادشي اللي صيفط مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى تلقي اتصال من عند سناء سناء شابه طموحه تحملت ما لم تتحمله الجبال مشاهدينا الكرام القصه ديال سناء عندها ابعاد كبيره في الموضوع سناء خوات المغرب لسوريا مع واحد الشركه باش تخدم وهي عندها 18 سنه من سوريا تعرفت على عراقي في دولة اخرى واكتشفت انه عنده طاقه فنيه ماشي سهله ضحت بالغالي والنفيس من اجله وجابته للمغرب وهو حاليا فنان مشهور عراقي الا ان القضاء والقدر ديالها هي في المغرب دات حادثه سير الفنان عندما مع ثلاثه الوليدات الحادثه سير اللي تعرضت لها سناء مشى لها نص ديال وجهها ما بقاش بغاها لا حتبعو معايا عاود لي القصه ديالك من 18 سنه ملي مشيتي لسوريا تفضلي أه السلام عليكم انا مشيت لسوريا تقريبا عمري 18 سنه مشيت أه أه على واحد الشركه أه خدامه فيها المهم الوضع في سوريا ما عجبنيش قالوا لي راه كاين فرع ثاني في, في الامارات مشيت كنخدم تلاقيت مع واحد السيد عراقي فنان هو كاع ما كان معروف اصلا جبته للمغرب صيبت لي اقامه ديال عشر سنين بعت ذهبي بعت كل شيء عندي وقفت معاه لدرجه السيد تدار الفلوس يعني ما كنتش يعني كون كنت انا مقصره من جهه السيد ولا عمري غلطت مع السيد ولا كنت كان محيده من راسي وواقفه معاه على اساس باش يكون كيبقى بات ولادي وقفت معاه شحال ديال الاولاد عندك معاه؟ عندي ثلاثه ثلاثه الوليدات النهار اللي تعرضت فيه الحديثة بحال عمره ما عرفني بحال عمره ما عرفني عاودي لي على الحديث انت جبتيه للمغرب هنا ولا تعرف قلتي لي ولا يغني في مهرجانات عربيه اسم ديالو معروف الصحافه تعرفو كلشي عرفو انت درتي حديث عاودي لي على الحادثه وشنو اللي غيغير ليه هو الراي ديالو فيك ومن تما قلتي لي مشى طلقني طلاق الشقاق اول مره كيديرها هو يلا عاودي لي من الحادثه من الحادثه انا كنت جايه من كنت جايه من جديده أه... جايه يلا غادي ندخل لطريق الشوكه ما عرفتش راسي ما عقلتش انا اصلا على راسي وسبحان الله العظيم الحجره راتني جوج كيلو ونص حتى ذاك الضربه ما عقلتش عليها انا غيبت الوقت اللي كان وصلنا للمحطه ديال البرج جديد أوراها بشي نص ساعه بديت كنفيق يعني يعني الحادثه ماشي سياره مع سياره كانوا شي كيرشقوا بالحجر صيفطوا لك شي حجره 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 كبيره حيت الحجره اللي ضربوني بها بقاس في الطوموبيل جوج كيلونس عرفتي دوك الحجر ديال الساس الصفر هذيك هي اللي جاتني الوجه اختي اللي كانت معايا كتعاود لي قالت لي فاش ضربوني صافي تلاح راسي فحال هكا منين دورتني عندها الشيفور هرب منين دورتني عندها كتلقى صافي كل كلشي كل شيء مشى فاش فقت انا كنلقى بعدا كتقول لي الشيفور كيفاش واش انت اللي صايقه ولا شكون اللي لا الشيفور كان عندي شيفور وكانت اختي راكبه اللور وانا راكبه في جنب الشيفور جاتني الضربه هكا حجره حجره ماشي راه جوج كيلونس بقات هذيك الحجره في الطوموبيل المهم انا فاش فقت كنشوف الناس متجمعين والصحافه والامبيلونس بقى ما جاتش الجوندارم اش من سنه 2015 منين فاش نزلت لوتر فيزور ملي كنشوفو جي كنلقى صافي مشى حد قلت قتلوني على ولادي من بعد تخرخير ديال الموس خرخرصو تبوريشه ديال دي الموج جاتني جات لومبيلونس كنقول لهم فيها تبوريشه داروني في ذاك البابي اللي كيسخن وصلوني الجديده السبيطار ديال المخزن ما متوفر فيه والو آه نقلوني دارنا ثاني يوم المصحة آه مشيت درت داوني درت سكانير كيلقاو عندي آه الحنق اللي فحال شي قرقاعه ملي كتضرب كتشتت ما كيبقى فيها والو مشات هي مشى ليا لا ماشوار آه ليا هاد اللي كتشد العين العظم هذا غير مركباه الحنك هذا كله غير ركبته حيد ليا الطبيب من هنا وركب ليا هنايا المهم العمليه الاولى كانت 16 ساعه حلي يا طبيب الله يسامح راسي من هنا تصل لهنا آه غير هكاك غير باش يكثر ملي كنتي انت في هذه المعاناه في التصبيب الزوج ديالك اللي هو العراقي كان معاك شنو داروا؟ لا ما كانش معايا هو جا الوقت اللي آه انا مريضه فيه دار راسو كيبكي وكنتفاجئ بانه انا بقى كوما هو كيهز لي ولادي وكيديهم الوحدة وكيقول لهم امكم غادي تموت وهذه غادي تكون امكم انا راه بنتي عاقله على هذا الشيء راه تعاود لك غير انا ما ندخل بنتي في هذا الشيء بنتي الصغيره لدرجه انه خدا هي كانت مريضه مع الصغار شاده سخانه وشربو كيد فلوك وكيقول لبنتي اعطيه لها نقول لها الله يشافيك وانا كنموت في المس المستشفى بحال هاد السيد عمري ما درت معاه شي حاجه واخر شي مشى قدم طلاق الشقاق هو اللي مضرور شحال المده ديال الزواج ديالك انت وياه عشر سنين عشر سنين كان جوج بيا على وجهي صافي ملي خسر وجهي صافي لدرجه اننا فاش وقفنا في الطلاق على طلاق طلاق الشقاق كيقول كي لهم قالت ليه القضيه علاش بغيتي تطلق قال لي عدم الاهتمام وعدم انا كنت مغطيه وجهي كان اكثر من هكا قبل ما نعاود نمشي لمصحه اخرى ون ون ويركبوا لي هادشي المصحه الاولى ركبوا لي حديد الوجه ديالي ولا مش كودري انا فاش شفتو لدرجه فاش بقيس وجهي بقيت كنغوت مشات لي النفس وليت ناخد الحبوب ديال الاعصاب والكتئاب قلت لك القضيه وهي تقول لي قالت لي علاش ما السيده قالت لي قال عدم الاهتمام وما مهتماش بيا وانا نقول القضية قلت لها شوفي استاذه قلت لها كل كذوب مع انك دايره الشعر كان شعري طويل ومهبطه وانا نقول لا وانا جبت لها قلت لها راه كان باغيني فاش كنت فحال هكا وانا نهز ليها قلت لها فاش وليت شحال هكا مابقاش باغيني راه ماشي غادي تهتمام ولا صافي دازت الجلسه الاولى الجلسه الثانيه أه صافي ومنين انا طول انا, أنا طلبت القضيه قلت لها شوفي انا يلا خارجه وفعلا ما بقيت قادره نتحمل وحده يلا خارجه من كوما كتلقاه وجهها مشى قلت له صافي طلقيني هو بغى يطلق طلقيني يعني علاش غادي تبقاو تطولو والقاضيه كنشكرها من هذا المنبر قالت لي شوفي سناء انت زوينه وغادي تبقاي زوينه وربي غادي يرزقك احسن منه وقدامه المهم ما اكتفاش بهذا الشيء وفي راسي كنقول لك الفلوس تاع الطلاق اللي اللي هو دفع لي اللي هو خلصني بيهم من فلوس طنوبيلتي القانون لا يحمي المغفلين طنوبيل انا اللي شريتها بفلوسي باش نرجعو راجل ورجعوه طنوبيل طلقها بيه باش خلصت ديال الطلاق ورجع هو لدولة اخرى اه جلس ومشى رجع دابا كاين في الامارات هو كاين في الامارات كيخدم في الامارات كتشوفيه في المهرجانات كيغني كي وكتشوفيه في القنوات السعوديه ودار حفلات وفي الامارات كيدير حفلات يعني انسان ماشي مخصوص وكينفق على هاد الوليدات كيعاونهم كي انا شوف من نهار طلقت معاه صافي ديال 3000 درهم في 2000 درهم في 3000 درهم صافي هادشي اللي صايف لا اعياد لا مدرسه ونزيدك حاجه اخرى هو كان مقيد الدراري في, في ايكول ديال الفلوس جمع لي 8 مليون حتى المدير تاع المدرسه ماشي قال لي تطلقت منه عاد ناض كيطالبني المدير ب 100 مليون وانا مشى ليا وجهي ما خدامه ما والو أش... ومع ذلك شي داك الشيء اللي انا شديت ولادي بسناني ما طلقتهمش هو بحال كانه عمره ما ولد وحصلت الخيانه الوقت اللي انا مضروبه غنقولك واحد الحاجه لدرجه انني انا شاربه الفانيد وجا دخل عليا الصاحبه للدار دخل عليا وجاي عندي هي بكل جراه وكنحمد الله بانه انا ديك الوقت كانوا شاربين الفانيد ديال الدواء ما ما كانش عندي شي ردة فعل بقيت غير كنشوف حد عيط لدارنا قلت لهم غنقول لكم قلت لي مره دخل عليا صاحبته للدار وهادشي ما كانش كيتجرا يديرو انا ما كان طاري ليا والو من بعد الامور بديتي في الاجراءات ديال الدعوه القضائيه ضد طريق السيار لانه انتي كتخلصي ديال فين وصل الملف ما خديتش حقي نهائي نهائي ما خديتش حقي اول شيء كانت في المحكمه ديال الجنايات في الرباط ديال السيناف الجونات ما لقاوهمش كانوا قالوا غادي شي طريقه ديال الهواتف باش غادي يعرفوا ربما يكون شي واحد منهم هز تليفون المهم انتظرت انتظرت ما, ما كاينش انا عام بعد ما خرجت عاد مشيت الجوندار داروا معايا لونكيت كيفاش وهذا زعما انا كنشكرهم من هذا المنبر معاملتهم كانت جدا جدا وكان شكر الوكيل العام ديال الجديده شخص محترم جدا قال لي يا بنتي الجناز ما تشدوش غادي حاجه وحده اللي غادي تديري مهم ما تضيعيش حقك تابعي لوتوروس لان لوتوروس لازم تعوضك فاش انا نقلت الدوسي ديالي من الجنايات خلاص هذاك تحط في الحفظ حيت ما تلقاوش دوز الإدارية أعطيت المحامية أخرى المحكمة الإدارية جاني الرفض الملف علاش أنا خلص كون بغيس كون الواحد يدوز من الطريق الوطنية أنا دايزة من الطريق السيار وكتش دفع. مبالغ باش دوز مؤمن جاني الرفض وانا أه على هاد القضات هادو انا ماشي وحده من بنتهم ويحطوا بانه أه مثلا ولادهم يطراليهم نفس نفس الشيء اللي انا طرالي فما خاصش يكون الفرق بين مواطنه عاديه وبين انت قاضي خليني أختك خليني شوف انت اشنو هو هذا الحكم اللي قلتي ابتدائي ولا ابتدائي واستئناف ابتدائي والستيناف دابا فين وصل دابا داز الاستئناف وعندي الجلسه أه داز أه كان عند المقرر وداز الحكم غادي يدوز نهار سبعة 7 وكنتمنى هاد القاضيه ولا هاد القاضي يشوفوا من حالتي انا عندي ثلاثه الاولاد ما خدامه ما ردامه كنت خدامه كنت هزاهم وكانوا عايشين هما واحد النيفو وبداو كيتبدلوا ليا حيت كل شيء مشى كل شيء مشى عندي بنت كانوا كلهم كيقراو بريفي هاد العام دخلت ال المخزن تبدلات البنت تبدلات البنت بنت كان كيدير ترونسبور كيجيبها تبدلات 15 عام سي المراهقة أنا الأب أنا الأم راه صعيبة صعيبة وتوفى لي الأب ديالي هو اللي كان السند هو الظهر مات الله يرحمه مات بفقصي جا سرطان في الدم الله راضي الله ييسر لك يا ربي تنتمنى في الاستئناف تاخذي الحق ديالك مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا كما قلت في السابق تحملت ما لم تتحمله جبال مكتب لها انه تزوجت بعراقي فنان مشهور يعيش في حياة الرفاهية الآن اسم ديالو اسم رنان خلى ثلاثة الوليدات رجع لدولة أخرى وهذا ضمير ديالو علامة استفهام مشاهدينا الكرام في خضم الموضوع الشق القانوني اللي لازالت تناضل بشتى الطرق المشروعة والقانونية من أجل تبيان الحقيقة والإنصاف ديالها في حقها الحديثة وقعات في طريق السيار الرشق بالحجارة من طرف بعض اللي لهم سلوكيات إجرامية في هذا الشأن وهي ضحية ديال معاناة الزوج مشى النصف ديال الوجه مسكينة الله اللي عن بها في المعاناة اللي دوزات والامل ديالها في الله عز وجل وفي رجال القانون وفي هذا الحكم اللي تقدر تعتق به ديالها باش يكبروا لانه الزوج تخلى عليهم وتقطعات وتقطع بشكل نهائي الاتصال ديالها وديال وليداته معاه لماذا وهذا هو عمق موضوع مشاهدينا الكرام نحن نتتبع القضيه ديالو سوف نوفيكم دائما بالجديد في الموضوع ديال سنة مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم